يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. روحك روح النبوة تصعد، من الأرض إلى الفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس النبي على القناة، بآية أهل الكهف راح يرددون، كأم أم الكتاب تنهدت، وذاب نشيجا قلبها المتنهد، وصدرك أم مستودع الحلم والحجا، لتحطيمه جيش من الجهل يعمد، لقد نصب الوحي العزاء ببيته، عليك حدادا والمعزى محمد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وأي شهيد تصهر الشمس خده، وأي شهيد تصهر الشمس جسمه، ومركزها من أصله متولد، وأي شهيد داست الخيل صدره، وفرسانها من ذكره تتجمد، فلو علمت تلك الخيول كأهلها، بأن الذي تحت السنابك أحمد، لثارت على فرسانها وتمردت، كما أنهم ثاروا بها وتمردوا، جينا ننشد كربلا مضيعين،
يا جنن انشد كربلا مضيعينها بها قاله وزينب ميسرينها يسروها ولا لها واحد فزاوح وشال حاد ضعونها بليل وقطايح جنن نشيد ويا نبو فاضل وقرع ما تدلونا الشريعة وينا بس اشوفه والعتاب مني يزود واضربوا فاضل على النخوة يجود حق عذر يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بين وبين جينا ننشد كربلا يا عليها نعتيب نقول هاي رجال والدوير غليب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنيب فوق جتل حسين وميسرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآية المباركة تدعو الإنسان أن يسير في الأرض حتى يعتبر بتلك السنن وتلك الدساتير والقوانين الإلهية التي جعلت في هذا الخلق وفي هذه الأرض. وهذا في الحقيقة معنى أن الإنسان يرجع إلى أحداث وحوادث الماضين، لأن هذا قد سؤال يطرح بعض الأحيان لا سيما على أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الأيام أيام ذكرى استشهاد الإمام الحسين، أنه ما هو الداعي لهذه الأمة، لهؤلاء الأتباع، لهؤلاء الشيعة الموالين، أنهم في كل سنة يعقدون هذه المجالس ويحيون هذه الشعائر، شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أجوبة كثيرة هناك على هذا، ولكن من هذه الأجوبة هو هذا: القرآن الكريم أمرنا أن نسير في الأرض، لأنه في هذه الأرض هناك سنن، هناك قوانين، هناك دساتير، هناك أسباب تغير مجريات الأمور ومجريات الأحداث. والإنسان الذي يرجع إلى هذه السنن هذا يقف على عبرة ويقف على معرفة بالتاريخ، كما في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه: قس مستقبل الدنيا على ماضيها. فإذا الإنسان يعرف أحوال الماضين ويعرف الأحداث التي جرت وأسبابها ومعطياتها ونتائجها وآثارها، يكون إنسان معتبر. وهذا القرآن يريد من هذا الإنسان أن تكون له نظرة ذات عبرة. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: جمع الخير كله في خصال ثلاث: في النظر والسكوت والكلام. يقول: فكل نظر لا اعتبار فيه ولا عبرة فيه
هذا الإنسان لما ينظر ما يعتبر، فكل نظر لا عبرة فيه فهذا سهو، وكل سكوت لا فكر فيه فهذه غفلة، وكل كلام لا ذكر فيه فهذا لغو. إذن السكوت يحتاج إلى أن الإنسان يفكر في سكوته هذا حتى لا يكون سكوت سهو، والكلام بحاجة أن يكون هذا الكلام في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذكر، ثم القصد النظر، النظر مرة النظرة مادية الإنسان ينظر، وهذه النظرة أيضا فيها اعتبار. الآن واحد يمر يشوف مثلا في الواحد أمامه رجل شيخ طاعن بالسن ضعيف البنية، حاطينه في عربة وصايرين يجروه من مكان إلى مكان، وهو مرتعش اليدين لا يستطيع أن يفعل شيء، الضعف الذي نزل به الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا الضعف الذي وصل بهذا الإنسان هو أنا لما أنظر هذه الصورة هذه الحالة، هو هذا النظر إذا ما يعود علي بالعبرة أنه ترى أنت لا تصور نفسك أنت شاب، أنت أيضا يوم من الأيام إذا مد الله تعالى في عمرك وكنت من المعمرين ربما تصل إلى هذا المستوى أنه يخلوك في عربة ويجروك، وذاك اليوم أنت بعد ما تقدر تصلي هاي الصلاة الطبيعية، تقوم وتقعد وتركع وتسجد، لازم تصلي من جلوس أو تصلي وأنت متمدد، وعلى أي حال تتغير الأمور. فهو هذا أنه أن تنظر وأن تفكر بهذا هي هذه عبرة، يريد الإسلام يريد الدين من الإنسان أن تكون نظرات عبرة، سواء أنه هاي النظرة المادية اللي يشوفها أو النظرة التي يرجع بها إلى الماضي، يرجع بها إلى الماضي. مرة واحد يعرف أحوال الماضين ولكن لا يعتبر بذلك، شوف كان سابقاً أكو ناس يسموهم ذولا قصاصين، يقعدون يسولفون قصص، الناس يجتمعون سابقاً أفرض في المقاهي السابقة يعني أو حتى في قبل الإسلام الجاهلية، كان يجلس الواحد منهم عند قصص كثيرة، قصص الماضين يحدث الناس، لكن هذه القصص إذا ما تترتب عليها عبرة، ما يترتب عليها فهم، ما يترتب عليها تجربة، هاي لا فائدة فيها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل الناس مجتمعين عليه، قال ما هذا؟ شبيهم ذول الناس ليش مجتمعين على هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا علامة، قال وما العلامة؟ قال هذا يعرف أنساب الناس، هذا ابن منه جد منه جد جد منه، وأيضا يعرف قصص الماضين وأشعار العرب. قال ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، إذا مجرد معرفة أنه يعرف قصص الماضين يعرف أنساب الناس وما يترتب عليه أثر ما يترتب عليه عبرة وتجربة، هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من ذلك لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه بالنسبة للثواب وللآخرة، لأن هاي الأمور مجرد أنه الإنسان يعرفها ما فيها نفع، نعم قد يترتب عليها بعض النفع الدنيوي القصد هذا، فإنه إنما النفع وين؟ النفع أنه الإنسان يعتبر من أحداث الماضين ومن الأمور التي جرت. في كتاب للإمام علي سلام الله عليه إلى ولده، لعله الإمام الحسن سلام الله عليه موجود في نهج البلاغة، يقول له أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، أنا عمري مو طويل، عمري 63 سنة الإمام استشهد، وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وسرت في آثارهم وفكرت في أخبارهم، هذا المهم، نظرت في أعمالهم وسرت في آثارهم وفكرت في أعمالهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بمن انتهى إلي من أمورهم
قد عمرت أو عمرت مع أولهم إلى آخرهم. الشاهد وين؟ فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره. أنا لما رجعت إلى أحداث الماضين وشفت القصص والأنبياء، وهذا حتى القرآن الكريم شوف لما يجيب القصص القرآنية شي يقول بعد ذلك: فاعتبروا يا أولي الألباب أو يا أولي الأبصار، إن في قصصهم لعبرة لأولي الأبصار. هاي القصص اللي نذكرها في القرآن الكريم مو قضية تسلية، وإلا كتب قصص أكو كثيرة، وإنما العبرة أن الإنسان يعتبر بهذه الأمور. والعبرة شنو فائدتها؟ العبرة معناتها أنه الإنسان يعرف شو يسوي على أي حال، شنو موقفه الآن، شنو اللي لازم يصنعه. كما ذكرت في خدمتكم قس مستقبل الدنيا، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام، على ماضيها. إذن مطلوب أن الإنسان أن يرجع إلى التاريخ ويشوف شنو الأحداث، شنو اللي صار، شنو اللي أدى إلى هذه المصائب، شنو كانت النتائج وراء هذا. ليجي واحد يقول أنه أنتم شنو ما عندكم شغل عمل سنة 12 قاعدين تبكون وتسوون مجالس وكذا كذا، لا، هي سنة احنا مطلوب من عندنا. القرآن الكريم دي طالبنا أنه الإنسان يرجع إذا إلى هذه الأمور حتى يعتبر بها. كثير أكو هناك عبر في التاريخ، والقرآن الكريم يذكر سنة من هذه السنن لما يقول: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول: قد خلت من قبلكم سنن. شنو هذه السنن؟ واحدة من هذه السنن يشير إليها القرآن الكريم، يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. شوف شلون أنه يبين القرآن الكريم واحدة من أسباب دمار الأمم والقرى. القرى بسرعة يعني الأمم، الجماعات، الأجيال، الحكام، الدول التي حكمت. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن واحد لما يجي يشوف الظلم واحدة من أسباب اندثار الأمم وسقوط الحكومات والأمم هو الظلم. هاي سنة يعتبر بها، العاقل يعتبر بها، يشوف أنه الظلم نتيجة الاندثار، نتيجة اللعنة، يعتبر في هذا. في قصة تذكر في التاريخ معبرة لطيفة، أنه المنصور العباسي في يوم من الأيام استدعى الربيع، هذا مثل مدير السجن مثلا، قال له: أكو واحد عندنا في السجن مسجون من آل مروان، ولعله هو ابن الحاكم الأخير عبد الله بن مروان اسمه، فهذا عنده فرد قصة مع ملك النوبة، أريد أسمع قصته من عنده. يقول: فراحوا جابوا هذا الرجل السجين، أدخلوه في القصر هو وطنين السلاسل اللي وياه مقيد بها، جابوه قعدوه أمام المنصور. المنصور قال له: أكفت قضية تنقل عنك أنه أنت تحدثت مع ملك النوبة، هاي المنطقة اللي هي من الحبشة، شنو هذا الحديث؟ قال له: أيها الخليفة، أيها الأمير، لما قامت الدولة العباسية بنو أمية ذولا هربوا، منهم من قتل ومنهم من هرب وكذا، على أي حال انقلاب عام عليهم في كل البلاد، فقتل من قتل منهم وبعضهم هربوا وهذا من عندهم. يقول: أنا هربت، جيت إلى مصر من الشام، جيت إلى مصر، بعدين شفت أكو جواسيس وأكو عيون في مصر وما استطاعت أن أبقى، فرحت إلى بلاد الحبشة. أنا وعندي جماعة معي، لما دخلنا إلى بلاد الحبشة وصل العلم إلى الحاكم في تلك المنطقة، الملك في تلك المنطقة، يقول: بما أنه إحنا معروفين أولاد مروان كذا، إن مكان على أي حال، فبعث إلينا جماعة وهيئ إن أماكن وبيوت حتى نرتاح فيها. يقول: أعطاني أيضا فرد بيت ضخم. يقول: أنا نزلت في ذلك البيت بعد فترة مو طويلة، وإذا أسمع يقولون: الملك جاي إليك يزورك. تعجبت، فيقول: أنا جالس، دخل هذا الرجل، هالشكل مكتوب، يقول: دخل هذا الرجل ومعه حاشيته، جلس هناك عند الباب. قلت له: أيها الملك، تعال هنا في صدر المجلس، تفضل. قال: لا،
أنا أريد أشكر الله تعالى على هذه النعمة إنه واحد من قيادات الإسلام والمسلمين جاي لاجئ إلى بلدي، فأنا أجلس هنا على راحته. يقول جلس هناك، بعدين كانت بيده عود أخذ يخط بها الأرض كأنما يفكر شيء، ثم قال لي أسألك فرد سؤال. تفضل. القصة يسولفها ابن مروان السجين إلى المنصور العباسي. قال لي أسألك سؤال. قلت له تفضل. قال لي أنتم بنو أمية وبنو مروان اللي حكمتم وأنتم أصبحتم خلفاء في الأرض، يعني علمنا عنكم، سمعنا عنكم أنه كنتم تشربون الخمر، والحال دينكم يحرم الخمر، القرآن يحرم الخمر، ليش تشربون الخمر أنتم؟ يعني مع أنه أنتم حكام خلفاء يفترض بكم. يقول أنا شجاوبة. قلت له إحنا عندنا بعض هذولا كانوا موجودين في الديوان عندنا، هذولا غير مسلمين، على أي حال هذولا أحرار مو مسلمين، فهذولا كانوا يشربون الخمر. يقول نزل رأسه. بعد شوية قال لي أسألك سؤال آخر. قلت نعم. قال الذي أعلمه عنكم أنه الذهب والحرير محرم على رجالكم أنتم المسلمين. قلت له نعم. قال ولكن ملوككم كانوا يلبسون الديباج، الحرير، يلبسون الذهب، شنو هذا من عندكم؟ يقول قلت له بعض الأعاجم كانوا عندنا من الكتاب، هذول يكتبون عندنا في المجلس، هذول كانوا يلبسون الذهب، يلبسون الحرير. يقول سكت. بعد شوية قال لي بعد سؤال آخر. قلت نعم. قال سمعت أن جيوشكم كانت تدخل أراضي الناس ومزارعهم فيطأ الزرع فيموت الزرع، زرع الناس، أراضي الناس جيوشكم تدخل بيها، هذا شلون؟ هذا مو ظلم للناس؟ يقول قلت له أيضا بعض القادة عندنا ما عندهم علم بهذا الموضوع كذا. يقول بعد شوية قال لي بعض الأعاجم، بعض كذا، بعض كذا، إنما هذا ظلم منكم صدر، ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى سلبككم الحكم، هذا اللي ظلمكم. يقول ثم قال لي أعطيك مهلة أسبوع تطلع من أرضي، أخاف أن الله تعالى ينزل علي العذاب أنه أنا آويتك في بلدي، أخرج من البلاد. يقول طلعنا من البلاد، ألقي علينا القبض وإحنا الآن في السجن. حقيقة هذه أن يعتبر الإنسان. واحد آخر اسمه أبو عمر يقول في الكوفة أنا كنت جالس في قصر الكوفة بعد ما انتصر المروانيون على الزبيريين، بنو مروان انتصروا على عبد الله بن الزبير. من اللي انقتل؟ انقتل مصعب بن الزبير أخو عبد الله اللي كان والي في العراق. يقول فأنا كنت قاعد في الكوفة وشفت إجا عبد الملك بن مروان جلس على العرش في الكوفة، هسه هو أو الوالي في الكوفة على أي حال. يقول جلس على العرش، بقى شوية جابوا له فرد طشت وفيه رأس مصعب، مصعب بن الزبير. هذا كأنه من شاف هذا المنظر، هسه إما أنه مقزز أو كذا، يقول فأخذتني الرعشة، الرجفة، شكل جسمي قام يرجف. فالتفت إلي هذا الوالي أو هو نفسه عبد الملك، قال لي ما بك؟ قلت له أيها الأمير، هذا الأمر أنا أراه للمرة الرابعة هنا في هذا القصر، زي هذا ما يستدعي الاعتبار، العبرة؟ قال لي شنو؟ قلت له أنا هنا كنت جالس بنفس هذا المكان وعلى هذا المجلس، هذا العرش اللي أنت قاعد عليه كان قاعد عليه عبيد الله بن زياد، فجيء برأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضع بين يديه. ثم بعد فترة ليست بطويلة وأنا جالس هنا وعلى هذا العرش جالس منه المختار الثقفي، وجيء برأس عبيد الله بن زياد ووضع بين يديه. ثم بعد فترة وليست بطويلة أيضا وأنا هنا جالس وعلى عرشك هذا جالس مصعب بن الزبير، وجيء برأس عبيد الله برأس المختار ووضع بين يديه،
وهذه للمغرب أراك أنت جالس على هذا العرش وجيء برأسي مصعب ووضع بين يديك. يقول هذا رأسه نزل من على المنبر والعرش. قال لا أراك الله الخامس. زين، أليست هذه عبر في التاريخ أن الإنسان يعتبر بهذه الأمور التي يسمعها ويراها؟ نحن لما نحيي ذكرى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وذكرى كربلاء والأحداث التي جرت، بغض النظر عن الثواب، بغض النظر عن العبرة والبكاء، بغض النظر عن المواساة، بغض النظر عن كل ذلك، يكفي أنه نحن مدعوون من قبل القرآن الكريم الذي أمرنا أن نسير في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يجي واحد يوم ما كان الإمام علي سلام الله عليه جاي من الكوفة رايح إلى صفين، واصل إلى بغداد في المدائن، شاف هاي الآثار، آثار المدائن وطاق كسرى. واحد قال له يا أمير المؤمنين شوف هاي الآثار، جرت الرياح على محل ديارهم فكأن ما كانوا لها سكانا. وينهم ذولا؟ كلهم راحوا، هاي بس آثارهم. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ قوله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هاي لازم الإنسان يعتبر، يشوف هذه الآثار باقية. وأولئك مضوا، يعني ماذا؟ يعني اعتبر أنت أيضا سوف تمضي. قد يبقى بيتك، هذا الإنسان يشوف في البيت وإذا مكتوب عليه مثلا هذا البيت بناؤه منذ 150 سنة، منذ 200 سنة مثلا، يعني كم واحد عاشوا بهذا البيت وانتهى وراحوا. فهذه الأمور عبر الإنسان يعتبرها، الذي يفكر في هذه الأمور يعتبر. واللطيف أنه هو هذا نفسه عبد الملك بن مروان الحاكم الأموي، هذا كتب إليه الحجاج، حجاج والي من قبل، هذا كان على الكوفة وعلى العراق يعني بصورة عامة. ومعروف الحجاج، هو يكفي هو هذا فتسيئة من أعظم سيئات هذا الرجل عبد الملك بن مروان الحجاج، ورجل الإرهابي المعروف اللي يقولون أنه مكتوب الحسن البصري. هذا الرجل له كلمة يقول: إذا يوم القيامة كل أمة أتت بأخبثها وأتينا بالحجاج لرجعنا عليهم، يعني أخبث الخلق. هذا على كل الحجاج كتب لعبد الملك بن مروان يقول له: إن أردت أن يثبت لك الملك فاقتل علي بن الحسين. أجدادك قتلوا أهل البيت، أنت هم اقتل علي بن الحسين، اللي وش مخليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول فكتب له الحجاج كتابا بالسر، موجود القضية في البحار غير البحار، كتب إليه كتابا سرا قال: جنبني دماء بني هاشم، فإني نظرت إلى آل أبي سفيان لما أولغوا في دمائهم أزال الله ملكهم. هاي عبرة، يزيد بن معاوية وأبو سفيان، أبو معاوية يقول أولغوا في دماء أهل البيت أزال الله ملكهم. سنتين أو سنة بعد استشهاد الإمام الحسين، سنتين بعد استشهاد الإمام الحسين انتهى يزيد، راح انتهى. فلما قال هذه الكلمة كتب كتاب سري إلى الحجاج، قال له اكتم هذا، بس بيني وبينك جنبني دماء بني هاشم، لا تقتل لي واحد من أولاد رسول الله. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا في المنام، أخبره بهذا، إنه الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان اقتل، إذا أردت أن يثبت لك ملكك اقتل علي بن الحسين. والحجاج هالشكل جاوبه، قال له جنبني دماء. فكتب الإمام زين العابدين كتاب إلى عبد الملك بن مروان أن الله تعالى، الكتاب الشكل مكتوب، شكر لك ذلك وأمد في عمرك. بالفعل هذا الرجل عاش، يعني حكومته 21 سنة،
أطول من حكم من بني مروان. فلما وصل الكتاب إلى عبد الملك بن مروان شاف الكتاب، شاف تأريخ الكتاب نفس تأريخ الكتاب اللي هو كتبه إلى الحجاج، يعني نفس اللحظة، نفس اللحظة اللي صدر الكتاب من عند الحجاج صدر الكتاب من زين العابدين إلى عبد الملك بن مروان. فعرف أن الإمام سلام الله عليه علم بذلك عن طريق الغيب. شلون عرف؟ لأنه هو نفس التاريخ، حتى لو الحجاج مسولف بيها احتاج له وقت إلى أن ينتشر الخبر، عرف ذلك. على أي حال، فهذا اعتبار، هذا اعتبار، يقول له جنبني دماء بني هاشم. نعم، هذه الدماء، هذا الإنسان يعتبر، يمر على التاريخ، قد خلت من قبلكم سنن في الأرض فسيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أين هو يزيد؟ أين هو معاوية؟ وأين أولئك الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسبوا عياله وسبوا نساءه؟ اليوم زينب سلام الله عليها في الكوفة تخاطب القوم، ويلكم أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم؟ هاي المصيبة تصوروها قليلة، هاي المصيبة العظيمة، ابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بعدها بغسل أبدا، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم؟ أم أي حرمة له انتهكتم؟ أم أي كريمة له أبرزتم؟ هاي المخدرات بنت رسول الله، هاي زينب اطلعوها من بلد إلى بلد. أم أي كريمة له أبرزتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، أو عجبتم أم مطرت السماء دما يقول الراوي رأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم ورجل إلى جنبي يقول بأبي أنتم وأمي رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل. كيف يسكت العقيل زينب من خطابها؟ قدموا أمامها رأس أخيها أبي عبد الله على رأس رمح طويل. وإذا بصغيرة للحسين تلح على زينب عمتها، عم أين والدي الحسين؟ فرفعت رأسها إلى رأس أخيها تقول أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فإن قلبها كاد أن يذوب. وهي بتلك الحال والناس ينظرون إليها وإلى بنات أبي عبد الله، شمال الناس تتفرج علينا يا علينا، عمت عين الصيد بالعين لينا، ويغسل قال غايب ولينا يا راس على الرمح لينا يتفكر. يذكرون أنه في مثل هذا اليوم لما جيء بالسبايا أجلسوهم عند بوابة الكوفة،
بنات أمير المؤمنين وبنات الحسين، وهناك أيضا نسوة لأصحاب الحسين. فأقبلت بعض العشائر تقول: لا ندعكم أن تدخلوا نساءنا إلى الكوفة والناس ينظرون إليهن. فأمروا بإخراج تلك النسوة من نساء الأصحاب، فصار الواحد منهم ينادي: فلانة الأسدية اخرجي من السبي، وفلانة وفلانة يخرجن ويذهبن إلى بيوتهن، والعقيلة زينب ليس لها من ينادي: أيتها الهاشمية، أيتها المخدرة، خويا كلمة لها وليان جوهر. وصاحا وبسمها وطلعوها، وزينب أهلها تعذروها. وين هم أهلها؟ يا زينب أهلها تعايا يا ذراها يا من يوم للطاغي خذوها خذوها، تسمع بذنها شتم أبوها. جيء بها إلى مجلس عبيد الله بن زياد، فأراد أن يقرح قلبها. قال: الحمد لله الذي قتلكم وراح البلاد منكم، كيف رأيت صنع الله بطاغيتك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فغضب اللعين ومد يده إلى سوط ومشى صوب العقيلة. قال له أحدهم: إنها امرأة مفجوعة، خويا أنا مو عادتي أوقف بديوان، ولا كلمت يا حسين عدوان. خويا شوف الدهار بيا، هيا الخيان حرمة وبقيت بغير وليان. أنا منين أبو فاضل أجيب وراوي حال أخت الغريبة؟ وأنا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهنا بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم بمحمد وآل محمد اكتبنا من زوار الحسين، ووفقنا لخدمة الحسين، وارزقنا شفاعة الحسين. أخوة الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون، المرجع الكبير آية الله العظمى سيد الصادق الشيرازي، اللهم احفظه ومن يلوذ به إلى أمواته وأمواتكم وأمواتنا ومن مات على الإيمان. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.